في هذه الإطلالة القرائية الجديدة اخترت كتابا عنوانه الأخطاء اللغوية الشائعة في الأوساط الثقافية لمؤلفه محمود عبد الرازق جمعة. وهذا الكتاب في الحقيقة مهم جدا، وكما قيل فيه حري بأن يكون في جيب كل عربي ليصون ذوقه ولغته وكتابته. جاء في مقدمة الكتاب أنه من الصعب حصر وتحديد الأخطاء التي يقع فيها العرب عند حديثهم باللغة العربية الفصحى، ولكن قد يكون أقل صعوبة حصر ما يشيع من هذه الأخطاء خصوصا في الأوساط الثقافية والأدبية، نظرا إلى ما يتوافر من مطبوعات تتيح تتبع هذه الأخطاء الشائعة كالمجلات والجرائد والكتب ودواوين الشعراء والمجموعات القصصية. ومن المناسب هنا أن نقف على بعض التعبيرات التي وردت في الكتاب والتي يثبتها المؤلف ثم يحللها، مثلا من أخطاء الأسماء: قل ذهبت إلى اختصاصي الأسنان، ولا تقل ذهبت إلى أخصائي الأسنان. التحليل: يشيع شيوعا مفرطا استخدام كلمة أخصائي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتشديد الصاد المفتوحة للإشارة إلى المتخصص في علم ما أو عمل ما، ولكن كلمة أخصائي لا وجود لها في اللغة الفصيحة، والصواب في هذا السياق أن نستخدم كلمة اختصاصي التي هي نسبة إلى كلمة اختصاص، كما يمكن أن نستخدم كلمات أخرى صحيحة مثل متخصص أو مختص. أيضا قل هذا عقد من ألماس، لا تقل هذا عقد من ماس. يقول المؤلف إن مسألة الخلط بين اللفظتين قديمة، جاء في المعجم الوسيط: الألماس حجر شفاف شديد اللمعان ذو ألوان، وهو أعظم الحجارة النفيسة قيمة وأشد الأجسام صلابة، يؤثر في جميعها ولا يؤثر فيه جسم. مشكلات الأخطاء لا تقتصر فقط على نطاق اللفظ والتعبير، ولكنها تنسحب أيضا وتنتشر على مستوى علامات الترقيم، حيث نجد كثيرين من مستخدمي اللغة العربية يضعون قواعد الترقيم كما يتراءى لهم. هذا الكتاب يولي هذه المسألة أيضا أهمية قصوى. في هذا الجانب فإن البعض يستخدم الفاصلة المنقوطة بمعنى النقطتين الرأسيتين، والبعض يستخدم النقطتين المتتاليتين بمعنى النقاط الثلاث، والبعض يستخدم النقطة بمعنى الفاصلة، والبعض يستخدم علامة التأثر التعجب في نهاية كل جملة، والبعض لا يستخدم علامات الترقيم أصلا. يقول: وهذه المشكلة تؤدي إلى لبس خطير في تلقي النصوص العربية، فهذا الخلاف يجعل للكاتب قصدا وللمتلقي انطباعا لا يتفق وقصد الكاتب، مما يخرج بالرسالة الكتابية أدبية كانت أو علمية أو ثقافية عن مضمونها الحقيقي المراد توصيله إلى المتلقي. ومن الأخطاء الشائعة: قل مركب ولا تقل مركب. يحلل الباحث فيقول ضمن ما يقول في هذا التعبير: انتقل من اللسان العامي إلى ألسنة الفصحاء هذا الخطأ الواضح، كسر كاف مركب فيقال مركب، والمركب في اللغة العربية هو ما يركب، أطلقت في الأصل على الدابة ثم صارت مجازا على السيارة والسفينة ونحو ذلك. في الحقيقة أود التوقف عند كل الألفاظ وكل الأخطاء المتداولة والتي تستخدم على نطاق واسع على أنها صحيحة وهي في الواقع خطأ. فهذا الكتاب يبصرنا ويوضح لنا الخطأ ثم يحلله
بالعودة والاستناد على أمهات المراجع والمصادر والمعاجم اللغوية. يعترف الباحث بأنه لا يستطيع حصر جميع أخطاء الأوساط الثقافية في اللغة العربية، ولهذا فهو يكتفي بالشائع منها، بالرغم من أن كثيرين قبله وكثيرين بعده لا شك كتبوا في موضوع الأخطاء الشائعة في اللغة العربية. اتبع المؤلف في تأليفه هذا الكتاب منهجاً قسم على أساسه الكتاب إلى 6 أقسام وخمسة ملاحق: القسم الأول لأخطاء الأسماء، والقسم الثاني لأخطاء الأفعال، والقسم الثالث لأخطاء التراكيب اللغوية، والقسم الرابع لأخطاء التذكير والتأنيث، والقسم الخامس لأخطاء الصوتيات، والقسم السادس لأخطاء الإملائيات. أما الملاحق الخمسة فأولها لما يذكر وما يؤنث في جسم الإنسان، وثانيها لعلامات الترقيم، وثالثها لأهم دروس الإملاء التي يشيع فيها الخطأ، ورابعها ملخص لقواعد النحو، وخامسها ملخص لقواعد الصرف. وبالعودة إلى الأخطاء الشائعة، قل البرد قارس بالسين ولا تقل قارس بالصاد. وجاء في العباب الزاخر: القرص البرد الشديد، وليلة ذات قرص أي برد، وقد قرس البرد يقرس قرسا أي اشتد. وجاء فيه بوضوح: والبرد قارس وقريس ولا تقل قارص. والأدلة على هذا في المعاجم بلا حصر. الملاحظ أن المؤلف التزم في الكتاب كاملا الضبط التام بالشكل، لأن موضوع الكتاب في الأخطاء اللغوية التي يقوم أغلبها على فروق بين لفظ وآخر يكونان في أوقات كثيرة من مادة لغوية واحدة. وضع المؤلف في الحسبان والتوقع أن يقرأ كتابه هذا متخصصون في اللغة العربية وغير متخصصين فيها، ولهذا فقد آثر أن يجمل كل قاعدة في بدايتها بتوضيح مبسط يستوعبه غير المتخصصين، ثم يتبعه بتحليل مفصل له أسانيده يقتنع ويقنع به المتخصص. ومن الأخطاء الشائعة أيضا والتي نستخدمها دائما، قل التزمت قانون العمل ولا تقل التزمت بقانون العمل. وفي التحليل أن الفعل التزم لا يحتاج إلى حرف جر بل يتعدى بنفسه، والصواب في هذه الحالة أن يقال التزم الرجل واجباته والتزم العامل عمله إلى آخره. جاء في المعجم الوسيط: التزم الشيء أو الأمر أوجبه على نفسه. كتاب الأخطاء اللغوية الشائعة في الأوساط الثقافية، المؤلف محمود عبد الرازق جمعة، من إصدارات مؤسسة بتانا القاهرة، جمهورية مصر العربية. لمشاهدة هذا البرنامج يرجى تحميل تطبيق مرايا.